مساء الخير، صباح الخير، على حسب التوقيت اللي يجيكم فيه الفيديو. كيف حالكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير وكويسين. تعالوا مع بعضنا نديروا فطيرة الدحي والخضروات بطريقة سهلة وبسيطة وصحية. اول حاجة عندنا تلة الدحيات، طماطم مكعبات، فلفل حلو مكعبات، بصلة مكعبات، جزر اللي هو السفناري الناري مبشور، وخيارة مكعبات، وشوية معدنوس وكزبر وملح وفلفل أكحل وشوية بزار وشوية كمون. نقلب المكونات كلها مع بعضها، وبعدين هنا ضفت طرفين جبنة مثلث اختياري أو أي نوع مثلا جبنة تحبوا. طبعا أنا ضفت الخيار لأن في أطفال ما يحبوش مثلا يأكلوا الخيار أو فلفل حلو، فحبيت إن يعني نخشش لهم الخضروات مع الدحي. بعدين هنا خديت المقلية بتاعت الكريب، دهنتها شوية من الزيت وضفت جزء من الخليط وحاولت نوزعه على المقلية. الوصفة هذه تنفع فطور عشاء، وبالذات للأطفال عاد جيتها والمدرسة قريب تبدأ، حتى هي فكرة سمحة يعني في اللانش بوكس، وكلها صحية وكلها خضروات. بعدين هنا حبيت نوريكم انه ممكن نديرو حتى زي الأقراصكي، سندوتشات ممكن تنحط مثلا في علبة اللانش بوكس متاع الأطفال للمدرسة، كلها حاجات حلوة ومفيدة ومغذية. هنا رشيت طبعا شوية فلفل أكحل، وممكن الإضافات كيف ما تحبوا، مثلا تضيفوا مثلا جبنة شيدر، أي نوع جبنة مثلا يحبوها الأطفال. هيك طاب عندنا، قلبت الجهة الأخرى وقطعتها مربعات، بيطلع ما يهبل وكلها فوائد وحاجات صحية والخضروات طبعا. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يعجبكم، ونستنى في تعليقاتكم الحلوة. وكان تبوا مثلا ننزلكم أفكار للانش بوكس الأطفال في المدرسة، حاجات كلها مفيدة وصحية. وسمحوني على فيديو أمس والهرجة، ونشوفكم مرة أخرى.